طبعا خليت الكرك مذكرك الحليب العدني، خليت الحليب العدني عندهم. تمام، نزل الحلا. هذا ايش؟ هذا الزعفران يا جماعه. انت متخيل هذا المعصوب التهامي الجنوبي اللي طبعا اهل اليمن واهل تهامة واهل الجنوب، معصوب حط عليه زعفران، كيف بيطلع طعمه؟ انا منصدم العين. تتوقع انه بيصير مقبول؟ خليك معاي، خلني اعطيك رشه كذا. معصوب 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 ثقيل يا حبيبي. شوف هنا 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 هنا، قرب قرب، خش معاي هنا في المعصوب. اولا هذا ايش هذا؟ هذا الزعفران بعد؟ غير عن هذا؟ اثنين كذا كثير يا جماعة. انت متخيل الزعفران عنده اثنين، واحد رغوة واحد عادي، يعني قاعد يقول لك عندي اثنين، اذا ما جاز لك هذا بيجوز لك الثاني، يعني مو ما في ولا واحد راح يجوز لك، فبيجوز لك اي واحد فيهم. هذا الرغوة شوف هنا، معي كويس، خليك مركز معي هنا. شوف الصبة كيف، شوف 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 الصبة، شوف الصبة شوف الصبة، لا تدقق، اذا حست الدنيا لا تدقق. ها واه يا عمي زعفران، اصبر يا شيخ. شعبيات وعنده معصوب بالزعفران، انا اعرف حلا كيك الزعفران، حلا الزعفران. اعطني معصوب هنا، ايوه اديها كذا حبيبي. هنا الكلام، اجرب ولا احط الثاني؟ ايش رايكم؟ ودكم اجرب؟ ودكم اذوق؟ خلينا نذوق. شوف المعصوب معروف جنوب وكل شيء، ومعروف قشطه وموز ودنيا. زعفران انا بتحدى واشوف إذا هو فعلاً أقنعني ولا لا. فإذا ما أقنعني بروح أقول لكم أقنعني من النهاية. مع زعفران طبعاً، هذا يقولون رغوة الزعفران. خليك شوف 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 كيف، لا أصبر، في ميكس، أصبر في ميكس، في ميكس هنا ما أدري إيش. اصبر اصبر، خلني اذوق فعلا. في طعم معصوب واضح، طعم الزعفران، الرغوة حق الزعفران خفيفة، فيها طعم كذا ما ادري شلون جاي، في طعم كذا انا ما ادري شلون. بس دقيقة، امانة جازلي يعني عجبني. لو ما عجبني بقول لكم ما عجبني، بقول لك كويس، اذا قلت كويس مره ترى بطل. لا هذا كثير، هذا ايش هذه؟ يا جماعه هذا ها هذا ايش الحل هذا؟ شوف يا جماعة، إنك تدخل محل شعبيات وتلقى عنده تشكيلة كاملة، هذه صعبة، هذه صعبة شوي. يعني أنت تلقى حلا، أنت تخيل حلا روسي، أنت تخيل المعصوب معطيك إياه بالزعفران بالطعم حلو، أنت متخيل معطيك، يعني أمانة أعطاني تشكيلة مرة مرة مرة. يعني صراحة أنا ما أتوقع في شعبيات، ما اتوقع، ما ادري اذا في احد عنده كشعبيات يقدم لك اطباق زي كذا غير، ما اتوقع.